مشتركة في مباراة الغد. 23 لعيب كابتن حسام البدري اختارهم لمباراة الغد، شريف إكرامي ومحمد شناوي وأحمد عادل عبد المنعم في حراس المرمى، أيضا في الدفاع باسم علي ومحمد هاني، صابر رحيل، حسين السيد، علي معلول، رامي ربيع، محمد نجيب. في خط الوسط حسام غالي وحسام عاشور، عمرو السولية، أحمد حمودي، أكرم توفيق، وعمرو بركات، صالح جمعة، عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، ووليد سليمان. يمكن في الهجوم كابتن حسام البدري اختار جونو أجاي وعماد متعب، عمر جمال. بيغيب طبعا عن المباراه غدا احمد فتحي بسبب الايقاف، ووليد ازارو، اسلام محارب، واحمد الشيخ، وهشام محمد لعدم فتح القيد حتى الان، وان شاء الله قريب يعني طبعا عشان دول المفروض يتقيدوا في القائمه الافريقيه، فبالتالي الاتحاد المصري هيفتح القيد مخصوصا للنادي الاهلي عشان طبعا اشتركوا في القائمه او اشتركوا في المباراه القادمه امام الترجي في بطوله افريقيا، وميدو جابر وكريم نيدفيد لاسباب فنيه. كابتن ياسر، يمكن في الفترة اللي فاتت